مكالمة أخرى. سعاد من طاطا، ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام سعاد، لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الأسبوع اللي فات كنت عطيتينا اقتراحات، تبارك الله عليك، يعني مميزين، ونتمنى إن شاء الله تكوني مجدنا حاجات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله الرحمن الرحيم. عندي بعدا لك واحد السلام. مرحبا. عند أخت خديجة من طاطا، كتسلم عليك. أييه بالغي ليها السلام. عندي واحد التحية للأخت سعيدة من السمارة. أييه سعيدة من السمارة. هي راه كانت تواصلت معايا، كنشكرها بزاف. ياتا هي يعني نشيطة جدا في الفيسبوك، يعني تبارك الله عليها. سعيدة مسمارة من المستمعات يعني القدامات اللي كيشاركوا في برنامج لا مولاتي، كنوجه لها تحية كبيرة. أم أيوب ومنال، عندي واحد غادي نقدم لكم اليوم واحد الشعرية ديال الصفا بطريقة البسطيلة. إيه واخا. المهم كناخذوا تقريبا كيلو ديال الشعرية ديال الصفا، كنديروها في قصرية وندهنوها بالزيت. وسنردوها حتى لمدة 10 دقائق. نديرها في البرمة بعد ما درنا فيها الماء يكون مغلي من قبل. سنخليوها تفور لمدة 10 دقائق تقريبا. ومن بعد نخويوها في القصرية ونخويو عليها ماء بارد. يعني بزاف ديال السيدات يكونوا غالطين في هذه القضية، تيديروا الماء السخون بالعكس. السفة كل ما درنا لها ما بارد كل ما دغيا كطيب وكتجينا ما كتجيناش معجنه. دابا سعاد بالطريقه ديالك واللي هي مجربه اكيد، وانه ملي تفور واحد 10 ديال الدقائق ديروها تقريبا، كنخويو عليها تقريبا واحد اطرو ديال الماء بارد. تنخليوها تقريبا فيه المهم غير تنحلوها بالدناقه. وتنهزوها ونردوها للكسكاس ونخليوها حتى كتستقطر. ايوه عاد نردوها طيب تقريبا لمده 20 دقيقه. من بعد ما طبنا 20 دقيقه تنخويوها ثاني في القصريه وتنسقيوها بالمرق ديال الدجاج. بالنسبه للسيده اللي ما عندهاش المرق ديال الدجاج، تكتفي تقريبا من سيترو ديال الماء مع واحد الضامه ديال البنه الدجاج وشويه ديال الملحه. تنخلطوا حتى كدوب لنا ديك الضامه ديال البنه، وتنرشوا بها ديك الصفه ونديروا لها شويه ديال الزبده وشويه ديال الملح، ونخليوها تشرب ديك المرق ديال الدجاج. ومن بعد ما تشرب المرق الدجاج سنردوها طيب، يعني تكمل الطياب ديالها. تنحسوا بها ان السفه ديالنا طابت. في نفس الوقت حنا كنوجدوا السفه، تناخذوا تقريبا دجاجه ديال كيلو ولا كيلو ونص. تنشحروها بحال كما تنديروا في البسطيله. تنشحروها مع جوج بصلات مشلضين، شويه الملحه، شويه البزار، شويه الزنجبير، وعويدات ديال القرفه، وشويه الزعفران الحر والخرقوم. تنشحروهم مزيان، من بعد نرويوهم بالماء ونزيدوا المعدنوس ونخليو الدجاجه ديالنا تطيب. من بعد ما كنحسوا بالدجاجه طابت كنهزوها وتنحطوها جانبا كتبرد، وديك المرقه اللي بقات لنا تنخليوها حتى كتختار، يعني تبقى عندنا تكون عندنا مرقه خاتره. عاد كنزيدوها تقريبا 6 ديال البيضات وحده مورا الاخرى، وحنا تنهرسوا في البيضه تنحركوا عاد نزيدوا الثانيه باش ما تخلطش لنا. من بعد كنحلوا الدجاجه ديالنا، نحيدوا منها العظام، ناخذوا غير الهبره ديال الدجاج. صافي. بالنسبه للوز كناخذوا تقريبا كل سيده تقريبا ربع ديال اللوز. تنسلقوه ونقليوه ونطحنوه تقريبا مع بعض المعالق ديال السكر كلاصي، وتنخليوه جانبا. بعد ما كطيب لنا السفه وكتكون عندنا المرقه الدجاج طايب والمريقه ديالنا بالبيض واجده، اييه، واللوز عندنا موجد، تندوزو لطريقه التقديم. في الطبسيل ديالنا في الاناء ديال التقديم تنحطوا واحد الطبقه ديال السفه. من بعد تنديروا عليها الطبقه ديال الدجاج. وتنديروا طبقه اخرى ديال السفه، يعني بحال طريقه البسطيله غير عوض الورقه البسطيله، حنا تنديروا السفه. ونديروا ثاني طبقه ديال السفه ونديروا فوقها طبقه ديال البيض، ونديروا ثاني طبقه ديال السفه ونديروا طبقه ديال اللوز. صافي. وتنديروا ثاني طبقه، تنغطيو بالباقي ديال السفه اللي بقى عندنا ونزينوها. صافي. كتزي غزاله، هاد يعني يمكننا نقدموها كطبق رئيسي او ثانوي. يعني كتجي راقيه وكتجي تا مختلفه شويه. فعلا كتجي راقيه، يعني شكل مختلف في التزيين وحتى في الطريقه. كتجي مختلفه. يعطيك الصحه. بارك الله فيك. بالنسبه لبزاف د السيدات بغاوني نعاود لهم ديك البسبوسه ديال اسيل، البسبوسه التركيه. تفضلي. عندنا تنحتاجوا في المقادير نص كيلو ديال السميده، وكاس ديال الكوك، كاس ديال اللبن، كاس ديال سنيده،
وكاس ديال الزيت، واحد الخماره وشويه ديال الزعفران حرق لنا. شنو اللي تيخلي هاد البسبوسه مختلفه؟ هو الزعفران. ديك النكهه ديالو هي اللي كتخلي البسبوسه مختلفه على البسبوسات الاخرين. المهم، وعندنا جوج ديال البيضات تنخلطو، تنضربو جوج ديال البيضات مع نص كاس، مع كاس ديال الزيت وكاس ديال سنيدة واللبن والكوك، عاد كنديرو الزعفران والسميدة هي الاخرى. المهم، فاش كندهنو المول ديالنا وتنخويو فيه السميدة، كناخدو ديك الكريم باتيسيير تنديروها في الجيب الحلواني ونبقاو نشكلو فوق هذيك العجينة، يعني قبل ما ندخلو البسبوسة طيب. وهي في المول مازال عجينه، تنديروا خطوط في الطول وخطوط في العرض، يعني كتجينا بحال الشكل ديال الكاروات. يعني في هذاك المول اللي غادي نحطوا فيه غادي نديروا العجين ديال البسبوسه كامله. هي العجين ديال البسبوسه كامله، يعني ما تنقسموهاش على جوج، حيت هذا هو الاختلاف اللي ما عرفوش، اللي ما فهموش شحال من سيده ما فهمات. حنا تنحطوا العجين كله تنخويه في المول وتنصيبوه هكا بيدينا باش كيجينا متساوي، وكناخذوا ديك الكريم باتيسير تكون جاريه شويه. يعني ما نخليوهاش تعقد ولا ما نخليوهاش تبرد باش ما نلقاوش صعوبه، ما غاديش نتحكموا فيها الا بردات. واخا تنديروها في الجيب الحلواني ونديروا خطوط في الطول وخطوط في العرض، اي بحال كيشكلوا لنا بحال كاروات. من بعد كندخلوها طيب تقريبا 20 دقيقه كتكون واجده، تنخرجوها تنسقيوها بالسيرو ديال الليمون. من الوسط ديال دوك الكاروات يمكننا نحطوا لوزه ولا شويه ديال بيستاج، غير فقط للتزيين. وتنقطعوها فاش نبغيو نقطعوها، مثلا يعني تنقطعوها من هذاك الخط اللي تيكون عندنا ديال الكريم باتيسيير، تنقطعوها من الوسط ديالو، باش فاش كنقطعوا هذاك كل مورسو تيجي من الوسط السميده ودايره به الكريم باتيسيير. وهذاك الزعفران لو سمحتي كنديرو مباشره، يعني ما كنسخنو ما والو؟ لا ما كنسخنو ما حتى شي حاجه، غير تنديرو تيذوب نيس مع البيض واللبن والزيت هكا صافي تنخلطو. المهم راه بالنسبه للصوره ديال الفتة ولا حتى البسبوسه راه كاينه في لاباج ديالي جهه سعاد وملكه اللي بغاو يشوفوا. واخا، وشكرا لك. تبارك الله عليك سعاد، تشرفنا بالمعرفه ديالك دائما، يعني كتمتعنا بشهوات متنوعه.